بدله إذا بدله دقل سنو يخضط حوزفين خام عصر يضفان خاء كالسين لو خمز عوة طاعة ميتي ميتي الرقابة تمانش سرزي أمو داتا ني كلهم ديك بهير ساهو أبو بسهال لهم نعم يخون نيوي ني كالوت تغالفتي بحق الشخاء ني هزي ساهو ني هزي أرسان زي لكم ملك تسلوش زي بنت لكم أكلك بكم نخلهم تغالفتي إزي بهير إزي توطعو كسير سلوز الله بخلهم سنعوم كتحاقا دزونا كتحاقا دارونا عند أطوعه شزي بهير ساهو خاء إتبدلو بعلو كفووصو إتي قرب بحقلا قرب بحقلا أحوات من أحوات كقارسون أحواتنا أحوات كقارسون كقاطرون بما في أسرع تقدر دوز الله سجنسي يعقوب له يسوع يعقوب له يسوع هذا اللي هاليو فهو بأنصار يقدر كل عالقم ذلو إن ضرب قالي قرب بحقلات تقومو ذلو أبلي إلي ولا دومين أبلي إلي بس الصبومي زري ناي مصرات ناي سقوم سيخون ناي نفر سيخون ناي حيلتات وفرين كقارسة يسوع نزقها كل سفوق قامو يسوع محضر سبع علم حسب كبل عند أصوعه للسلوة هذاني عجل ينسجن إن شاء الله وصف نزقه أما قوصف عدير أفكوينو كعوات لزل علم زفرين كبرين مغسين بنصر فيه سشف شفو أمبراق أو أكثر قزاي وطرو قبل ابنا يوم أي حكوكون يوم وعوات نوصف نزقه عند أبالكو حصفاته من نسمع لك عصف يغني لنا أتو إبراهيم يغني لنا سؤال عبدالكمنا مثل الإدار من قد بحر نتكونا معها ينسجل أولا نتعرف عليك أنا اسمي إبراهيم إدريس عبدو عمري أريد الجنسية طبعا وأنتمي إلى قومية الساهو وجئتي هنا مواليد من مواليد 58 عام 1958 ومواليدها وكنت مناد مع الجبهة التحرير الإريترية فترة من فترات وساهمت في أجهزات كثيرة منها الطلبة والشباب والعمال ثم التحقت في الثورة وفي الجيش ومن ثم قوات التحرير الشعبية حتى 91 كنت أعمل في مجال الحركة الثورية والتحرير من أجل تحرير إريتريا ثم أيدت طبعا مرحلة بالنسبة للشعب الإريتري كانت مرحلة معروفة مرحلة الفرح والازدهار فنحن من هذه النقطة أيدنا ودخلنا إلى البلد منها النظام لم يكن كما توقعناه نحن بل هناك مسائل كثيرة جدا حدثت ومنها سجني إلى من بداية 2002 إلى 2005 يوم 8 شهر 1 بداية من 2002 شهر 6 يوم 7 انسجنت و 2005 شهر 1 يوم 8 مكست في السجن ثم خرجت منها كنت أعمل بعد ذلك طبعا كما نعلم كلنا النظام الدكتاتوري النظام الفرعي نظام عصابة نظام لا دستوري نظام الذي لا يرحم الشعب نظام لا يرحم من هو خلق في هذه الأرض هذا النظام الذي أو هذا الحاكم الذي لا ينام إن لم يرى دمًا ينفث هذا الحاكم الذي لم ينام إن لم يرى شعب يقبل وإن لم يرى شعبا يعذب وإن لم يرى شعبا يشرد هذا النظام وهذا الحاكم وهذا الطاغية التي تتبجح وتترنح في هذه البلد بغير حق فأنا من هنا لم أجد مجالا إلا الهروب فجيت أتيت إلى أثيوبيا ودخلت على موجود في هذه البلد عادي خلفية المؤتمر أول مؤتمر اللي عقد هنا اليوم نهاية المؤتمر وشايف الحضور كله فرحان ويرقص ويغني ختام المؤتمر المؤتمر التأسيسي هذا كان تحت شعار إيش
والهدف و خلفية المؤتمر. أيوة. ممكن يتوضح لنا؟ أيوة. بالنسبة للمؤتمر، يعني المؤتمر نقول مؤتمر وطني، مؤتمر قومي، مؤتمر ديمقراطي، مؤتمر الجبهة، جبهة التحرير لقومية جبهة التحرير الديمقراطية قومية ساهو الأريترية. وهذا المؤتمر عقد في عام 2009 وفي شهر ديسمبر يوم 2، واستمر من هذا التاريخ إلى يوم 4 شهر نفس الشهر يعني. فاستمر هذا المؤتمر، ومؤتمر نحن نتحدث شوية، نرجع للوراء قليلا قبل المؤتمر، أن هذه المرحلة ما جاءت هي مجرد يعني حلم أو مجرد، ولكن هناك كان مبذول، هناك كان مجهود، هناك شعب الشباب بذلوا مجهود، وهم بعدما عبروا أراضي السعودية من جميع الأماكن التي كانوا يشغلون فيها منه، دخلوا إلى هذا البلد. بعدما دخلوا قطعوا العهد، يعني رجال صدقوا ما عهدوا، يعني كما يقول المثل، أن هذا الشباب الجيدة، هذا الشباب النيرة، هذا الشباب البطلة، هذا الشباب الذي تحلم والذي لها طاقة القوة، طاقة إمكانية علمية، طاقة من كل جوانب الذي ممكن يعمل فيها الإنسان، هذه الشباب الطيبة الجيدة يعني انتصرت حتى نصل هذه المؤتمر، وهي بدأت مبذول وبدأت بعدد أفراد عدد أفراد بس من هذه الأعداد، ثم انتقلت واجتهدت حتى قدرت تتمكن أو تصل هذه المرحلة. القضايا اللي ناقش المؤتمر اليوم كانت إيه مثلا من البداية للنهاية إذا كان بالإمكان؟ أيوة نعم. بالنسبة للمؤتمر، اللي ناقش اليوم مؤتمر عملية إنه كيفية تكوين الجبهة، واستنادا على الدستور، والدستور يعتبر وطني، وهذا المؤتمر مثلا مؤتمر ديمقراطي، تم بالانتخاب من قبل الجماهير، عدد حضور الجماهير 4340 شخص تقريبا، وهذا العدد كلها أعطى أصوات أصوات تكون في نفس الوقت التي هذه العمل اختارتها من بينها، وهم عدا 17 شخص من 17-15 عدا رسميين، ومنها 2 احتياطيين، ونجح المؤتمر نجاح كبير جدا، وأعطى كمان يعني في النهاية اختتم هذا المؤتمر بنجاح جيد وبنجاح كبير.